السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كرمت نفس الإنسان عليه يعليها عن التزلف للناس والكذب عليهم والسعي بالنميمة والغيبة بينهم حتى يحصل على مصلحة ويحقق منفعة. المصالح والمنافع ما تتحقق بهذه الطريقة إلا عند الفاسدين من الناس، ناس ما يهمها سحق كرامتها على الأرض من أجل الوصول إلى أهداف معينة وبعدها ينقطعوا عن أهل المصلحة. لهذا فالمنافق إنسان يظهر غير ما يخفي في نفسه، وهذا منتشر للأسف في مجتمعاتنا. يكذب على هذا ويتجلف لذاك ويمدح الجديد ويذم القديم وهكذا. نسمع البعض يقول النفاق الاجتماعي الحين مطلوب حتى تحصل على ترقية أو مصلحة، وتسمع عبارة ادهن السير، يعني نافق وامدح بالكذب حتى تحصل على الخدمة المطلوبة. أصحاب المناصب يحيطهم في العادة بعض أصحاب المصالح ممن يهمهم مصالحهم ما يهمهم الأشخاص، ولما يودع أصحاب المناصب مناصبهم تنكشف حقيقة المنافقين المتملقين في اللحظات الأولى. يبتعد الواحد بعد الواحد بدون حياء أو خجل، لأن حبال المصلحة انقطعت. أي نفوس هذه وأي كرامة يحملها أصحابها في قلوبهم؟ هذا مثل من الواقع. والله يا معالي الوزير، من يوم انت استلمت هذه الوزارة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تغيرات كثيرة صارت. بالفعل بالفعل، عندك قرارات جريئة وما عليها أي غبار. وانت يا طويل العمر ما شاء الله عليك، من يوم ما جيت الوزارة كل الموظفين خذوا حقوقهم. صحيح، وكل موظف مستلم حقه على أكمل وجه. وطبعا هي مناسبة ان نشكر معاليكم على اهتمامكم بوضعنا وحرصكم على العلاقة الطيبة اللي والله ان ما فيها اي مصلحة. لا ابدا ابدا، وهذه الوظيفة هي في الاصل تكليف اكثر من انها تشريف، وبالطبع مسؤولياتها كثيرة. نعم نعم، صحيح صحيح صحيح، كلامه مع الوزير صحيح. اكيد، ومعاليكم قدها. بارك الله فيكم بارك الله فيك. ها شباب جاهزين؟ كيف بتروح عند الوزير السابق ابو عبد الكريم ولا كيف؟ لا يا شيخ، ايش نروح نسوي معه ما دام غيروه؟ على بالي. حاسبين هالامور صح، وعلى فكره رتبت لكم زياره مع الوزير الجديد. تعجبني شغل عدل، والغنائم بعد بالعدل. الإنسان الشريف يخجل من مثل هذه العلاقات المنافقة، ولا يمكن للإنسان الحر المحترم يمدح وهو كاذب ويتملق وهو منافق، إلا لأن الإيمان ضعف في قلبه يبتعد عن الله وصار يظن أن من يرزقه هو إنسان آخر. لهذا بدل أن يتقرب إلى الله ويسأله ويثق فيه، يتقرب إلى فلان من الناس ويتملق له، حتى صار البعض مكشوفين، تراهم في المجالس وتسمع أكاذيبهم ونفاقهم، معروفين بين الناس بسمعتهم السيئة. يتبع الواحد منهم صاحب المصلحة. نعم، مدح الناس أمر طيب والثناء على أخلاقهم مطلوب، وإذا كان مدح الناس في وجوههم مذمة كما يعتقد بعض الناس، فأقول إن المدح في وجوه الناس إذا كان صادق وصادر عن نية حسنة ليس مذمة، لكن المذمة هي نفاق الناس بالمديح الكاذب من أجل الحصول على المنفعة والتمهيد لها. وكم يحدث مثل هذا المشهد الواقعي في حياة الناس.
وصل وصل على الوعد، كتب نفق وعهد ميثاق وعهد، نحب دايم للأبد، نحب دايم للأبد ميثاق وعهد. يا عمي يا أبو سعيد امشي في كل سكة، وامشي في كل سكة، وصل بصوتك بعيد من مسكة المكة. يا ناس قوموا تسحروا، يا ناس قوموا تسحروا، يا ناس قوموا تسحروا. يا حمود قوم، يا عبود قوم، أمنا وأبونا قاموا من النوم. يا عبود قوم، بكرة وراك صوم. وصل وصل على الوعد، كتبنا ميثاق وعهد، ميثاق وعهد، نحب دايم للأبد، نحب دايم للأبد ميثاق وعهد. ميثاق من بنك مسقط يهنئكم بالشهر الفضيل. مرض السكري، نعرف بالضبط المكان الذي تحتاجه عندما يتعلق الأمر بمرض السكري. عيادة أبولو للسكري هنا في مسقط، العيادة الأولى في السلطنة للسكري، مع مركز العناية الشاملة بالسكري الخاص بالتعاون مع مجموعة مستشفيات أبولو بالهند. نافذة اليوم لفهم مرض السكري الذي يعد أحد أكبر اضطرابات نمط الحياة في العالم اليوم، مع أحدث المعدات وآلة إيزي سكان الأمريكية الأولى من نوعها، والتي تستخدم من دون وخز أو ألم فقط في عيادة أبولو للسكري بالمركز العالمي الطبي بروي. للاستفسار اتصل على رقم 2479-4501. يعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم عن فتح باب الترشح لجائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب في دورتها الثانية للعماليين والعرب في المجالات التالية: قضايا الفكر المعاصر، الموسيقى، الشعر العربي الفصيح. لمزيد من المعلومات زوروا موقع الجائزة الإلكتروني sqa.gov.om. أهلين. هلا وغلا، وينش من زمان؟ ترى أنا ما شفناش. والله موجودة. أنتي اسم على مسمى، اسمش منار ولا بعد، اسمش فايض نور وحلاوة بعد. عيونك الحلوة حبيبتي. ها، إذا في شي من الكريمات هذه تخلينا حلوين مثلش لا تبخلي علينا. شكرا على ذوقك الحلو حبيبتي، ما عرفتينا. هذه ربيعتي جليلة. أهلين، تشرفنا. حصل لي شرف حبيبتي. أهلين. عاد تصدقي، شوفتش حسستني بسعادة كبيرة. تسلمي حبيبتي، وشكرا على هذا الشعور الطيب. عاد سمحولي أنا بستأذن. ها، بس عاد زورينا ولا تقاطعينا، ترى ليش مكانة خاصة في القلب. إن شاء الله حبيبتي، نتواصل على خير. إن شاء الله. ها، ترى الفستان هذا وايد حلو، ذوقش وايد حلو حبيبتي. تسلمي حبيبتي، كلك على ذوق. شكرا، مع السلامة. وع الله على هذه الأشكال، تصدقي إنها ثقيلة الدم؟ أنا ما أطيق شوفتها أبدا. اللي سمعك تمدحيها يقول صاحبات الروح بالروح. أنا أصاحب هذه الأشكال؟ لا حبيبتي لا. طيب ليش؟ حبيبتي هذه دبلوماسية، وبعدين ترى زوجها رجل أعمال كبير. يعني مصلحة. يعني تقدر تقولي كذاك، نافق تنجح، جامل تنحب. روحنا. لقاءات مزيفة، وكلام مصطنع، وابتسامات باهتة، وتحيات كاذبة، أصبحت ضمن حياة العديد من الناس وكأنها جزء من حياتهم. من المؤسف أن بعض الناس تحسب أن تخليها عن الصدق هو طريق النجاح، فيحسب الواحد أن الصادق بعيد عن تحقيق النجاح.
تقول إحدى الموظفات أن مسؤولها يوصيها بعدم الصدق في كل وقت. انقلبت الموازين فأصبح الصدق خيبة والكذب أمانة، بينما الصحيح العكس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. تربينا منذ الصغر على المروءة، والمروءة حسن الأخلاق، لهذا يصغر الإنسان في نظر نفسه إذا قال كلمة تزلف ومجاملة كاذبة لإنسان آخر، يصغر في عين نفسه قبل ما يصغر في أعين الناس، لما يسعى بطريقة رخيصة لتحقيق مصلحة ويحسب الناس كلهم مثل أخلاقه، يحسب نفسه قادر على شراء الذمم والضمائر بالهدايا والنقود، ولكن في الناس أهل مروءة وشيم ومكارم ما تسمح لهم أنفسهم بالنزول في هذه المراتب الدونية الوضيعة. نموذج منهم يظهر هذا المشهد الواقعي. حقيقة فرحنا كثير لما سمعنا موضوع نقلك كمدير عام للشؤون الإدارية والمالية بوحدتي، وأنا قلت في نفسي أكيد بنكون شلة واحدة، أقصد كتلة واحدة. شكراً جزيلاً أخي أسعد، أكيد يجمعنا الوطن ومصلحته وين ما نكون. الوطن؟ هذا الكلام لا شك فيه، إحنا كنا جنود هذا الوطن، أكلنا وشربنا من خيراته، ولو سلمنا رقابنا له ما نوفيه حقه. أنا سعيد بإني أكون بينكم أخ من إخوانكم. وإحنا أسعد يا أخ علي، بس لو تسمح تتكرم تقبل مني هذه الهدية المتواضعة، ساعة ثمينة بمناسبة تعيينك عندنا. في الحقيقة أخي أسعد، أنا يشرفني إني أتعاون معاكم، وحقيقة أنا أعتذر عن قبول هذه الهدية. أفا تردني؟ هذا شيء تافه وبسيط، أعتبرها من أخ لأخوه، وصدقني ترى ما إلها أي علاقة بالعمل أبدا. إن شاء الله. جد يا إبراهيم، أنا تعبت مع هذا المدير العام الجديد، رجال مخويا بس صعب تتعامل معاه. تصدق كل ما أدخل له ملف علشان يعتمده يطلع لي 100 ملاحظة عليه علشان ما يمشي. زين نفخوا يا سعد، نفخوا. أبوي نفخناه من نصبح إلين نمسي وإحنا في مديح، ماشي فايدة، ما فات معه. هذا ما ينفع معه إلا شيء واحد، دهن السير. هذا النوع ما يمشي معاه دهن السير. ما عارف موضوع الساعة اللي هديته إياه. يلا حتى قبلها. فكيف لو عرف إنه مشترينها بمصاريف الوحدة بيعملنا مصيبة؟ والحل يا سعد، إيش الحل؟ شيله من مكانه، ما في إلا هذا الحل. أكيد تطمن ولا يهمك، أكلمك بعدين. طويل العمر، إيش هذا التشريف؟ أنا أقول من هين طالع هذا النور فجأة؟ اسمعني يا أسعد، ما أنا اللي تشتري ذمته وضميره على حساب العمل يلعب على غيري. إذا كنتوا مشترين ضمائر الناس بفلوس وهدايا فأنا أعز وأكرم من هذا المطلب الدني. استغفر الله، إيش هذا الكلام يا طويل العمر؟ إحنا بعيد جدا عن هذا الكلام اللي تقول. هذه الفترة القصيرة عرفتني عليكم، كل واحد يتولى منصب جديد تشتروا له ضميره، أما كلامكم على المصلحة العامة فهي مجرد فقاعات براقة تبهر اللي ما يعرفكم. اسمعني زين، انت الظاهر مو صاحي، او يمكن فاقد عقلك. اكيد ما صاحي،
لأنه الصاحي عندكم هو اللي يتبع رغباتكم. تفضل، هذه ساعتك اللي حصلتوها مصلحة العمل. حكم عقلك، تراك أنت الخسران. الخسران يا أسعد هو اللي يخسر نفسه ودينه وطنه. يعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم عن فتح باب الترشح لجائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب في دورتها الثانية للعماليين والعرب في المجالات التالية: قضايا الفكر المعاصر، الموسيقى، الشعر العربي الفصيح. لمزيد من المعلومات زوروا موقع الجائزة الإلكتروني sqa.gov.om. يقول إينشتاين مقولة جميلة، يقول: لا تحاول أن تكون رجل نجاح، ولكن بدلا من ذلك عليك أن تكون رجل قيم. نعم، لأن من الناس من يحقق النجاح بأي طريقة حتى وإن تخلوا عن القيم الفاضلة، ولكن أهل القيم هم أهل النجاح الفعلي. لهذا أقول بأن كل إنسان صاحب قيم هو إنسان ناجح، وليس بالضرورة كل إنسان ناجح هو إنسان قيم. إذا هانت نفس الإنسان عليه، هانت عليه كرامته، أصبح منافق مصلحة، يدهن هذا ويتملق لذاك، ولذلك يمكن أن يقول أي كلام في أي وقت بدون حياء. هذا مثل من الواقع. عذراً أستاذة. تفضلي. أستاذ، الامتحان كان واجد صعب وبعض الأسئلة خارج من المقرر. هذا رأيك؟ هذا مو رأي أنا بس، رأي كل الطالبات. بس أنا مدرستكم وأنا اللي حاطة الاختبار وعارفة إيش درستكم. أستاذ، إحنا ذكرنا واجتهدنا، ما نفترى عليك بهذا الكلام. طيب طيب، خليني أشوف إيش أقدر أسوي لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما يكون أنت بعد جاي تحتجي على الاختبار؟ لا بالعكس أستاذة، أنا جاية أشكرش، بصراحة الاختبار واجد سهل. غريبة، بس غيرك قال غير هالكلام. والله غريبة، رغم أن الاختبار ما كان فيه شيء والكل كان طالع مستانس. إيش مستانس؟ أنت أول وحدة طالع من الاختبار متضايقة. حبيبتي، اللي في قلبي على لساني، وبعدين الاختبار كان واجد سهل. لا واضح. خلاص خلاص، أنا الحين عندي اجتماع بالإدارة، ولما أخلص الاجتماع راح أشوف الموضوع. عموماً أنا كنت حابة أشكرك دكتورة على الاختبار، وإن شاء الله راح نلتقي فيش السنة الجاية. مثل هذه الطالبة تتبع قول الشاعر: كم من حسيب كريم كان ذا شرف، قد شانه الكذب وسط الحي إذ عمدا، وآخر كان صعلوكا فشرفه صدق الحديث، وقول جانب الفندا، فصار هذا شريفا فوق صاحبه، وصار هذا وضيعا تحته أبدا.
وفي الناس أصحاب نفوس حرة كريمة لا ترضى النزول نفاقا أو مداهنة من أجل مصالح ترتجيها أو منافع تسعى لتحقيقها. تقول الحق لأن الحق لها كرامة، وتتحدث بالصدق لأن الصدق لها شهامة. ومثل هؤلاء قامتهم رفيعة وأنفسهم شامخة. علي هذا نموذج طيب منهم. في الحقيقة وفي الواقع نريد نلخص الاجتماع بأن سياسة الوزارة واضحة، ما عليها أي غبار، كما أنها حقيقة تواكب المتغيرات الاجتماعية. اسمح لي كلامكم. تفضل يا راشد، تفضل. أقول بأن كلامكم بالفعل شخص الواقع ولخص السياسات. أتكلم أنا باسمي واسم أخواني بأن بالفعل ما ترونه من آراء بالفعل آراء صائبة. عفوا، هل تسمحون لي بالكلام؟ إيه بس نحن نريد نختم الاجتماع. إذا ممكن سؤال واحد، أنت اجتمعت فينا علشان تسمع آرائنا أو أنك تريد تفرض علينا قراراتك؟ أريد أفهم. نعم نعم نعم، ما سمعك، تعال هنا قريب علشان أسمعك، سمعي ثقيل. أنا قلت هل أنت اجتمعت فينا علشان تسمع آرائنا أو أنك تريد تسمعنا وتفرض علينا قراراتك؟ إن كنت تريد تسمع آرائنا بصراحة أنت ما أعطيتنا أي فرصة نبدي فيها رأينا، أما إن كنت تريد تفرض قراراتك أقول لك إياها بكل صدق أمام الجميع، من الأفضل لك أنك تلغي لجنة شؤون الموظفين وتبصم أنت بأصابعك العشر على كل القرارات بدل الأعضاء العشرة وتنهي الموضوع. هذا كلام غير مقبول، وبعدين أنت من خلاك عضو في اللجنة؟ يا أخي اعتبر نفسك من اليوم ورايح أنك أنت خارج اللجنة. أي لجنة هذا اللي تتحدث عنها؟ هو أصلاً في لجنة رفعت الجلسة، وأنت تعال الحقني وجيب ملفة معك. أبوي الحق الحق، لا يفصلك أنت بعد. يقول البارودي: أنا لا أقر على القبيح مهابة، إن القرار على القبيح نفاق، قلبي على ثقة ونفسي حرة، تأبى الدنيء وصارمي ذلاق، فعلام يخشى المرء فرقة روحه، أوليس عاقبة الحياة فراق؟ ليس كل ما يلمع ذهبا، يعني لا يغرك بعض الناس تراهم فيعجبك منظرهم وتسمع أحاديثهم فتعجبك أحاديثهم، ولكن ما هي إلا أقنعة مزيفة تنكشف مع التقرب منهم. عاجلا أو آجلا يعرف المنافق. خدعوا الناس من أجل مصالح شخصية، خدعوهم بروح الأنانية. الإنسان الصالح هو من كرمت عليه نفسه ونزهها عن النفاق، أما الإنسان غير السوي، الإنسان الفاسد، هو من هانت عليه نفسه وطلب هواه ومصالحه وارتضى المذلة والتزلف للآخرين. أكرم الله أنفسكم وأعزها مقاما وجعلنا وإياكم صادقين في أقوالنا وأفعالنا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناهل من فيض القيم، قد ظفرت المجد ما بين الأمم. أيها الناهل من فيض القيم، قد ظفرت المجد ما بين الأمم. قيم كالدر تزهو ألقى، حفها المولى بعز وكرم. Yeah.